أعزائي المشاهدين، سنواصل حديثنا ودراستنا من إنجيل متى، إنجيل يسوع الملك. وسيدور حديثنا في هذه الحلقة كيف نحترز من الأنبياء الكذبة أو التعاليم المضللة. اخترت هذا الموقع من جبل الزيتون الذي يطل على مدينة أورشليم القدس القديم، البلدة القديمة. كما ترون خلف أسوار أورشليم البلدة القديمة زائد الكنائس الجميلة. لكن الذي يفصل بين هذا الجبل والبلدة القديمة هو وادي عظيم، وادي قدرون. في أسفل الجبل بستان جتسماني، وطبعا خلفي كما ترون كنيسة مريم المجدلية، الكنيسة المذهبة. اخترت مدينة القدس لأن في هذه المدينة عاش أنبياء كثيرون، أنبياء الله الذين تحدثوا بكلمة الله، منهم إشعياء النبي، أرمياء النبي، وطبعا أنبياء كثيرون. لكن من ناحية أخرى هذه البلدة شهدت أنبياء كذبة كثيرون، تنبأ عنهم المسيح عن أنبياء كذبة ومسحاء كذبة. سأواصل حديثي عن هذا الموضوع من مكان آخر. أنا أدعوكم لكي تشاهدوا هذه الحلقة ولكي نستفيد ونتعلم من هذا الدرس وكيف نحترز. سأعود بعد قليل. احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطف، من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية، ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار، فإذا من ثمارهم تعرفونه. محبتك أبدية يسوع.
أعزائي من مرتفعات الجولان التي تشرف على بحيرة طبرية، بحيرة الجليل، سنواصل دراستنا في إنجيل متى، وفي هذه الحلقة سوف يدور حديثنا عن موضوع هام، عن التعاليم المزيفة والأنبياء الكذبة. وقبل أن أبتدئ بهذا التعليم، أنا موجود كما ذكرت على جبال الجولان العالية التي تطل على بحيرة طبرية الجميلة. هذه البحيرة تستطيع أن تراها بطولها وعرضها، طولها 22 كيلومتر، عرضها 12 كيلومتر. من خلف تستطيع أن ترى مدينة طبرية بنيت تخليدا وتكريما لقيصر تيباريوس. طبعا بحيرة طبرية هي 200 متر تحت مستوى سطح البحر، وكما ترون تقع في غور الأردن أو في الشق السوري الأفريقي الذي يربط من جبال طورس في الشمال في تركيا وينتهي إلى أقصى الجنوب في بحيرة فيكتوريا هناك. هذه البحيرة أحبائي لها أسماء كثيرة، تسمى بحيرة كينيرت أو الكنارة لأنها تشبه الآلة الموسيقية، بحيرة الجليل لأنها دائرة، وبحيرة طبرية كما ذكرت نسبة إلى تيباريوس، وتسمى أيضا بحيرة يسوع، ومن الجهة الأخرى تسمى بحيرة جنسرات. التعاليم الكاذبة والأنبياء الكذبة، هذا موضوع قديم في الكتاب المقدس. استدم رجال الله الكثيرون مع الأنبياء المزيفين والمعلمين الكذبة. موسى اصطدم مع أنبياء كذبة ومعلمين كذبة. أيضا أرمياء النبي اصطدم مع الأنبياء الكذبة الذين كانوا يتنبؤون بكذب، قائلين للشعب لتطمينهم سلام سلام ولا سلام. يقول الكتاب المقدس أو كما قال الرب يسوع: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة، ثم أعطى الحل: من ثمارهم تعرفونهم. فالذئاب عادة في الكتاب تنسب إلى الأنبياء الكذبة، ونحن نعلم أن الأنبياء الحقيقيين كانوا يلبسوا جلود الماعز أو الغنم حتى يضللوا طبعا الذئاب، لكن الأنبياء الكذبة كانوا أيضا يلبسون لكن كمظهر مش جوهر. وتوجد أيضا عدة أنبياء اللي تنبأوا ضد هؤلاء أنبياء الكذبة. حسقيال مثلا يقول: رؤساؤها في وسطها كذئاب خاطفة خطفا لسفك الدم لإهلاك طبعا النفوس البسيطة ولاكتساب مكسب. بولس الرسول في العهد الجديد يحذر قصوص أفسس أنه بعد ذهابه سيدخل في وسطكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. يسوع نفسه قال أنه سيرسل تلاميذه كحملان وسط ذئاب. ويتحدث أيضا يسوع عن الراعي الصالح الذي يحمي قطيعه من الذئاب، ويقول أيضا سيأتون في ثياب حملان. هذا معناته يشكلون أو يغيرون لونهم، يعني بشكل بيحاولوا يظهروا للناس أنهم بالمظهر الحسن والصحيح لكن من داخل ذئاب خاطفة. طبعا توجد أشياء كثيرة لأنبياء الكذبة اللي ممكن نعرفهم. أنبياء الكذبة عادة بيسيئوا استخدام النبوة، بيتكلموا بكلام الله مش بكلام الله، بيعبروا كأنهم يتكلمون بكلام الله. مش بس بيسيئوا استخدام النبوة، لينالوا المركز، لينالوا المكانة، الإكرام والمديح والشهرة والاسم الكبير. طبعا الأنبياء الكذبة ليعطوا أنفسهم أو يعرضوا أنفسهم على الكنائس المحلية، يذهبوا إلى الكنائس المحلية بصفتهم يتنبؤون، لكنهم بالواقع هم كسالى وحياتهم تتميز بالخمول، حياة هادئة مريحة. هؤلاء النوعية لا تحب أن تواجه الاضطهاد وتتكلم بكلام معسول يرضي الناس أو يرضي السمع، كما قال الرسول بولس: يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. أعزائي، النبي الحقيقي هو أهل للتكريم والترحيب، ينبغي الناس أن تطيع كلماته لأنه يمثل الرب.
على أي حال امتحان الحقيقي، يقول الرب يسوع: من ثمارهم تعرفونهم، إن الشجرة تعرف من ثمارها. ثم يستمر يسوع قائلا: هل يجتنون من الشوك عنبا؟ وطبعا هذا الشوك هو عبارة عن عشب فيه ثمار سوداء صغيرة مستديرة تشبه العنب، أقرب من أن تكون إلى العنب في شكلها. ثم يسأل سؤال آخر: هل يجتنون من الحسك تينا؟ وأنا موجود في منطقة أطل، على هذا المكان مليان موجود شجر تين وثمار، وترى الشجيرات الملتفة حول التين وحول العنب في هذا المكان بالضبط يمثل هذه الصورة. فإذا تشابه في الشكل في المظهر، لكن الفرق هو في الطعم والمذاق. ممكن تأخذ تعليم كاذبة ومزيفة تبدو لأول بالمظهر أنها جميلة، لكنها تكون كسم التي تقضي على حياتك. طبعا إن المعلمون الكذبة يعلمون من أجل المصلحة الذاتية، من أجل المنفعة الشخصية. لماذا؟ طامعين في الربح القبيح كما يسمي الكتاب المقدس، لكي ينال مقام واعتبار وشهرة واسم، أي إظهار النفس. النبي الحقيقي هو الذي يخفي ذاته، المعلم الكاذب هو الذي ينقل أفكار الشخصية بدل من فكر الله، بدل من أن يقول هكذا يقول الرب أو هكذا تقول كلمة الرب. أما النبي الحقيقي فيعلن عن حق الله. أعزائي، سنواصل في هذا الحديث من مكان آخر. بكل أسف هناك معلمون كذبة يقدمون حقائق تتعارض مع النص السماوي. هؤلاء سيدفعون أجرا كبيرا من عقاب، لأنهم لا يضلون فقط بل يضللون الآخرين أيضا. فما أكثر عذاب الأنبياء الكذبة. لكن الذي يجب أن نفعله أن لا نكون أنبياء كذبة، وأن نحترس من التعليم الكاذب. نعرف التعليم الكاذب لأنه يناقض الإعلان الإلهي كما جاء في الإنجيل المقدس. الأسير واخد ما
من كورازين سنواصل دراستنا وحديثنا في إنجيل متى. في هذه الحلقة نواصل حديثنا عن المعلمين الكذبة والتعليم المزيف. قبل أن أبتدئ، أنا موجود في كورازين. كورازين كانت بلدة مشهورة في أيام المسيح، كانت زاخرة وعامرة في السكان، تقع في غور الأردن، منطقة براكين وزلازل. كما ترون الحجارة بازلتية سوداء. هذه القرية كان فيها مجمع لليهود. طبعا تستطيع أن ترى أثرات الأعمدة والأقواس الجميلة لهذا المجمع. وطبعا كان يأتي المسيح يعلم في هذا المكان. في هذا المكان صنع معجزات عظيمة. لكن للأسف كورازين وبيت صيدا وكفر نحوم، الرب وضع عليهم دينونة بسبب عدم إيمانهم ورفضهم للآيات والمعجزات الكثيرة. وبالفعل حدث زلزال في هذا المكان وتدمرت المنطقة تدميرا كاملا وشاملا. واصل حديثي عن التعليم المزيف أو الأنبياء الكذبة. التعليم الزائف هو الديانة التي تعتمد على مراعاة المظاهر الخارجية للدين. المسيحية هو توجه القلب نحو الله. ثم التعليم الزائف هو عندما تكون الديانة كلها محلل ومحرم، حرم ونواهي، لا تفعل هذا أو افعل هذا على القوانين والشرائع. التعليم الزائف أيضا هو الديانة السهلة التي تعتمد على الأعمال. التعليم الزائف هو الذي يفصل الدين عن الحياة. في العهد الجديد كان في نساك الذين يتركون الناس يعيشون في الصحراء ليختلوا مع الله، لكن بدون من يعكسوا أو يؤثروا الحياة المسيحية على الآخرين، فلا تستطيع أن تفصل. قال يسوع: لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. ثم الديانة الزائفة هي الديانة المنتفخة المتكبرة التي تشجع الانفصالية والانقسام، يعني تسبب مشاكل وخصامات وصراعات كثيرة. إن هدف الدين هو تحطيم الحواجز وبناء الجسور، أو كما قال يسوع أن نكون رعية واحدة وراع واحد. أحبائي، إن النبي الحقيقي هو الذي يظهر ثمار الحياة الحقيقية في الداخل. هو الشخص الذي يسكن فيه روح الله، هو الشخص الذي يعمل ويطيع إرادة الله، هو الشخص الذي يثبت في كلام الله ويتكلم كلام الله ويعكس مجد الله ويغار على مجد الله، لا يساير ويتهادن في الأمور الكتابية ليرضي الناس، لا يغير الكلام الله بحسب الظروف والمظاهر وبحسب الوضع المعين. النبي الحقيقي الذي يقول هكذا يقول الرب، لأن الله لا يغير كلامه، الله لا يلغي كلمته، الله لا يتعامل مع الناس أنهم يعطيهم وصية معينة بعد فترة يغير فكره ورأيه، لا، إن كلمة الله حية باقية ثابتة إلى الأبد، لا تتغير، موحى بها من الله. وهذا ما يقودني إلى أن أتحدث إنه المسيح هو الذي تكلم بكلام الله الصادق وختم الله على صدق كلامه.
فالمسيحية أحبائي ليست تتمحور حول شرائع أو فرائض، لكن المسيحية تتمحور حول شخص الرب يسوع المقام من بين الأموات. فالمسيحية هي أكثر من ديانة، هي حياة، هي علاقة واتصال بالله الحي. هذا الشخص يسوع له القوة أن يغير، هو المحبة، هو الذي يستطيع أن يغفر الخطايا وأن يعطي يقين الحياة الأبدية. أحبائي، المسيحية مسنودة على براهين تاريخية وإعلانات إلهية. إن المسيحية تقدم ليست شرائع افعل أو لا تفعل، إن المسيحية تقدم رسالة الخلاص والحياة الأبدية ويقين الحياة الأبدية. نعلم أنه إذا متنا لنا حياة أبدية، لأن الله يعد في الكتاب المقدس. إن المسيحية لها أصل إلهي لا يستطيع أن يتزعزع، وهذا الأصل الإلهي أحبائي يعطينا أن نتمتع بديانة أو بحياة ليست مجرد ديانات واختراعات الناس التي تحاول أن ترضي الله بأعمالها وبقدرتها وبرها الذاتي، لا يستطيع أن يصل إلى الله، لكن الله هو الذي وصل إلى الجنس البشري، لأن الله يحبنا. إنها تدلنا على الطريق الإلهي، والإله الحقيقي هو الله. ثم المسيحية تعرفنا بكلمة الله، الكتاب المقدس الموحى به من الله، هو دستور حياة المؤمن. وطبعا المسيحية تقدم طريق الخلاص بواسطة يسوع المسيح، فالخلاص هو عطية إلهية نأخذها مجانا كهدية من عند الله. والمسيحية تقدم أن يسوع المسيح هو الطريق الوحيد إلى الآب. إخوتي وأخواتي، إن الإعلان الكامل النهائي هو في شخص يسوع المسيح. إذن لا إعلان بعد يسوع المسيح، لأن المسيح جاء وقدم رسالة الخلاص، فنحن نؤمن بهذا المسيح، والمسيح الذي يقودنا إلى الحياة الأبدية. وهذا التعليم الحق يفضح كل ما هو باطل، كل ما هو ضلال. أصلي من كل قلبي إنك تلتجئ للمسيح وتتمتع بشركة مع المسيح وتقبل عطية الله وخلاص المسيح حتى تحصل على الحياة الأبدية. أيضا تقولون لي افعل هنا في وطنك كما سمعنا عن كفرنحوم، الحق أقول لكم إنه ليس نبيا مقبولا في وطنه. فأرادوا أن يطرحوه عن الجبل، أما هو فجاز في وسطهم ومضى. عزيزي المشاهد، دعني أوجه لك سؤال في الختام. ما هو نوع الثمر الذي يظهر في حياتك؟ هل هو المحبة، الفرح، السلام، البر، الفضيلة؟ أم كما يقول الكتاب من ثمارهم تعرفونهم؟ هل تحاول أن ترضي الله بقوتك؟ اسمح للمسيح أن يملك على حياتك. أصلي إنك تقبل عطية المسيح وخلاص المسيح. على فكرة منحب نسمع منك، حتى نسمع منك نصلي إن الرب يباركك ويسدد كل احتياجاتك. الحلقة القادمة من برنامج إنجيل يسوع الملك سوف نتحدث عن مثل البنائين. سعدنا جدا لمشاهدتك حلقة من حلقات نور الحياة في برنامجنا اليوم.
إن كان لديك أي سؤال أو إن كنت تود الحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك أن تكتب إلينا على العنوان التالي لنور الحياة: صندوق بريد PO Box 30030 Toronto Ontario M6B4J2 كندا. يمكنك أيضا الاتصال بنا تلفونيا من جميع أنحاء العالم على الرقم 001-905-335-1534 أو اكتب لنا على البريد الإلكتروني info@lfan.com. الرجاء أن تذكر عنوان أو موضوع حلقة نور الحياة عند الاتصال بنا.